قديشات مارا إيشو عم شيحا كارزوتا يوحنان شوحا لم شيحا مارا أمين إيشو تتلميذة دي قصة بتخازوتو لي وهم قصة بتلخازوتو لي بيت زيل القيبت بابا يميري تلميذة خات خنا ميل آد ديكي مرطالان قصة لك خازوتو لي هم قصة بتخازوتو لي تزالي قيبت بابي أمري وميل آدي قصة إمير طال لك يا دخمي لمحكوية إيشو إذيلة وكبي وتنبقريلة إمير طاليهن اللي تقادلكم بقروتا خاخا ديميري طالوهن قصة لك خازوتي لهم قصة بتخازوتوا لي محقة محقة كمرن طالوهن بتباخوتن معددوتو وعلمة بتباصخ وأختن بتغبنوتن لكن غبن ديوخو بدهويا تبصخوثا. قال الرب لتلاميذه قليلا ولا ترونني ثم قليلا وترونني لأني منطلق إلى الآب. فقال تلاميذه بعضهم لبعض ما هذا الذي قال لنا قليلا ولا ترونني ثم قليلا وترونني لأني منطلق إلى الآب. وكانوا يقولون ما هذا القليل الذي قال إنا لا ندري ما يتكلم به. أما يسوع فعلم أنهم يريدون أن يسألوه فقال لهم عن هذا يسائل بعضكم بعضا لأني قلت لكم قليلا ولا ترونني ثم قليلا وترونني. الحق الحق أقول لكم إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح وأنتم تحزنون ولكن حزنكم يؤول إلى فرح. المرأة حين تلد تحزن لأنه قد حان يوم ميلادها لكنها متى ولدت ابنا لا تذكر شدتها من أجل الفرح لأنه قد ولد إنسان في العالم. وأنتم أيضا الآن حزانا لكني سأراكم فتفرح قلوبكم ولا ينسى أحد فرحكم منكم. وفي ذلك اليوم لا تسألونني شيئا وشوحا لا لها أمينا شمت بابا برونا روحة قدشة خالها آمين. أحد مبارك للجميع إن شاء الله دائما بالصحة والعافية. Wish you all a blessing Sunday. إنجيل يوحنا اليوم شوية هواية actually مو شوية هواية معقد لهذا التلاميذ همنا ما فهموا إيش يقصد يسوع بكلامه. يشير هنا يسوع بكلامه على المفارقة اللي راح يعيشوها التلاميذ. شنو هاي المفارقة؟ مفارقة انه راح يشوفونه قدام عينهم وبعدين ما راح يشوفونه. مدى يفهمون شنو الوضعية؟ مدى يفهمون شنو القصد من هذا الكلام؟ بالقراءة الأولى بعدين نجي على الإنجيل لأنه أكو ربط أكو أمرأة بالنص.
بالقراءة الأولى بالعهد القديم والإنجيل يسوع جاب أن أكو ربط. بيقول بالقراءة الأولى: أتنسى الأم رضيعها؟ شنو رأيكم، تنسان ولو لا؟ لبلخ من ياقب مرم إيه ذاخ ها؟ أحيانا تنسانه. جيد، بعد أتنسى الأم رضيعها؟ أي نعم تنسانه. اليوم بالواقع الحال اللي إحنا دنعيشه، الواقع الكثيف، ماكو فيلم يطلع إذا ما يكون ماخذين من الواقع هذا الفيلم. مثلا يجي الأولاد يقول لهم: مام I'm gonna get rest, I'm gonna sit in my room, I have homework, I have a lot to do it, nobody bother me. راح ابقى بغرفتي، ما حد ما يزعجني، عندي هوايه شغل، هوايه هومورك لازم اخلصه، فما حد ما يزعجني. هل يا ترى he done his homework؟ ده يسوي الهومورك مالته؟ هل يا ترى ده يسوي العمل اللي راد يقوم بينه؟ اور مثل ما تشوفون بالميديا والاعلام والتلفزيون والافلام، يمكن ينهز من الشباك وما نعرف ورا كم ساعه يلا يرجع. أتنسى الأم رضيعها؟ أي نعم تنسانه لما الأم تقعد على السوشيال ميديا for 24 hours. أي تنسانه، بس ربنا ما ينسى. لما الأم تعوف للولاد وتطلع برا، أنا بدي أقصد الأم معناتها الفاميلي، الأب والأم. لا تأخذون أمهات، كل الاحترام لكم، أنا أقصد العائلة. بس المثل قالت الأم تنسى رضيعها، هنا يسوع بإنجيل يوحنا قال الأم تنسى. شوفوا هناك أتنسى الأم رضيعها، هنا الأم تنسى شدتها من أجل الفرح اللي ولد بيها الطفل بهذا الوقت. ما راح تقول أنا تعذبت، أنا كنت بدي أموت، أنت ما حسيت بي، وأنا هالمرارة عشته وهالمخاض عشته وأنت ولا عبالة. ما تحكي هالكلام بالولادة. وأحلى شيء، ربنا لما خلق آدم خلقه من الطين، هذا أول خلق مثل ما ذكرناها بالسابق، والخلق الثاني نفخ بينه، نفخ بينه انطانه روح. بعدين شوفوا هذا الخلق آدم، بعدين لما خلق حواء حسب الكتاب ماذا يقول؟ فجعل آدم في سبات وأخذ ضلع من أضلاعه وكون حواء. جعله في سبات يعني نايم. الذكر آدم نام، خلق حواء، بس اش حدها حواء إذا تنام والطفل ده يولد؟ بس تنام الطفل يموت. الأمهات يعرفون ما يصير تنام الأم أثناء الولادة. ليش؟ لأنه هي تتشارك الرب بعملية الخلق. هاي الولادة، ماذا نقصد القيصرية يعملوا عملية وتنام؟ لا، الولادة طبيعية. إذا نامت الأم الطفل يمكن راح يختنق ويموت، فبمساعدة الأم والعلم والطب ونعمة ربنا الطفل يولد ما يتنام. نوم آدم خلق حواء، حواء عاشت الألم والمخاض حتى يولد طفل بس تنسى هذا الآلام. أتنسى الأم رضيعها؟ أي نعم تنسانه بالواقع الحالي اللي إحنا نعيشه، واقع كثيف، واقع مؤلم جدا. نشوف عوائل مشتتة، أولاد ضايعين. ماذا أقصد هنا؟ أنا بقصد كل مكان أولاد ضايعين، يا مخدرات يا حشيشة يا قتل يا عصابات، هواية موجودة. من أول ما علمناهم يجون عمدناهم، بعد ما نشوفهم يصيرون كبار، يجون وقت التناول عمره 8 سنوات 9 سنوات، نريد ندخل بنا التعليم المسي او التناول، تناول يجي للتناول. فتحنا كلاس السنه الماضيه، كانت افري ساتردي كان عندنا كلاسز، ما كانوا يجون، يقولون ساعه ما تكفي دا نجي ساعه، طريق مسافه طويله، زيدناها ساعه ونص وما دا يجون. سويناها افري فيرست ساتردي او ثيرد ساتردي وما دا يجون. بعدين لما يكبر يصير خطوبة، صار خطوبة وعرف له على بنت، ما تعرف له على بنت، هاي باي نقطة أخرى غير شكل. شوفوا وين تعرف عليها، يا بالبار يا بالفيسبوك يا على السوشيال ميديا، وهاي هي.
بعدين البارحة كان عندنا قداس في مانشستر أنا وشماس كنا نتناقش هذا الموضوع. حتى صرنا مع الأسف الشديد أنا أقولها ويمكن الناس عادة يسمعون ويسمعون على اللايف أنه تقصنا همينا مدى يشدد قمنا نختصر 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 فصالت الصلوات مختصرة بسر الزواج المقدس لهذا المشكلة صلوات مختصرة بسر الزواج صار حياة مختصرة وصار طلاق بسرعة. وين الطلاقات اليوم زادت في كنائسنا في كنيستنا الكلدانية زادت سببها ماكو تنسى الأمر ضيعوها لأن ماكو متابعة لما يكبرون الأولاد ماكو تنبيه ماكو حياة مرافقة ايه ابني بالبيت حرام ابنك بالبيت خليني يطلع يقعد معاكم اليوم قاعدين نقعد على صفرة واحدة كل واحد ماسك الآيباد مالته أو التليفون مالته ليش قاعدين مع بعض أو مرات نشوفها أشكر الجماعة مرات نطلع سوا مثلا على غدوية أو على عشاء حتى لو قاعدين بالمطعم كبل قاعدين مقابلنا كل واحد ماسك تليفون بيده ليش طالعين سوا هاي شوفوه أنتم بالواقع أتنسى؟ أي نعم تنسى لهذا السبب يا سبعة قليلا ترون ولا قليلا لا ترون لأن الإيمان ماكو بعد التلاميذ بعد ماذا يفكرون بالحياة الروحية الحياة الإلهية بعدهم ما مرتفعين عن الفكر الأرضي بنعيش حياة أرضية عقل ترابي مو عقل إلهي أريد نعيش هذا العقل الإلهي شي يريد من عندنا ربنا هنا مثل ما قلنا لحد الماضي الفصول 14 15 16 17 16 هاي الفصول الأخيرة مال إنجيل يوحنا دينطينا يسوع جالس مع التلاميذ ديتناقش معاهم أحد الماضي قال لا تضطرب قلوبكم اليوم قليلا ترون يعني أكو مشكلة راح تصير واحد منكم راح يخون واحد منكم راح ينكرني واحد منكم راح كلكم راح تنهزمون أكو مشكلة فالتلاميذ ماذا يفهمون ماذا يفهمون كلام يسوع ليش لأن يفكرون فكر أرضي الأناجيل الباقية متى مرقس لوقا لوقا مثلا يذكر أحداث الآلام يسوع أرسل اثنين من تلاميذه إلى القرية الفلانية في عيد السعانين أكو بهذا البيت تروحون تأخذون من عنده الجحش والأماية الحمارة والجحش والحمارة جيبوهم إذا واحد قلقهم قولوا المعلم يريدهم وراحوا وسواها إجوهم فإذا دا يسعد يسوع من أريحة إلى أورشليم فمسيرة مسيرة لوقا كاتبنا هاي الأحداث يسوع دا يسعد إلى أورشليم يسوع دا يسعد إلى الموت يسوع دا يسعد إلى الصلة بعدين تجي أم أولاد زبدي قالت إيه هاي ملكوت يسوع جلس واحد من يمينك واحد من يسارك يسوع دا يموت من أجلنا يسوع دا ينطي حياته من أجلنا شوية شوية بس قلوا أفكاركم شوية اتحدوا مع الله شوية لما نجي للكنيسة خلي أتحد مع الله خلي أتحد مع يسوع قل له يا يسوع شو تريد مني أنا اليوم جيت لك أنا اليوم جيت لك عزمنا كاردينالي هنا أنا ماكو مكان بالكنيسة ودنت هيا زيارة غبطة أبينا الباطيارك إلى أرسالية مالتنا ما رح يكون مكان بالكنيسة هي هذا يسوع بحياتنا هو هذا يسوع وأنا كلها كراسي فارغة هو هذا يسوع اليوم دنعيشه لا تضطرب قلوبكم هذا الاضطراب اللي دنعيشه العالم الخارجي هو اضطراب لازم نجي نتقدم إلى يسوع ذكرتها قبل يومين ثلاثة قلت الكنيسة هي الباتري مالتنا احنا نجي نوصل عقرنا على المذبحة نشحنه الكنيسة هي محل recharge your life or refresh your life charging your heart charging your brain نحتاج هذا charge نحتاج إلى شحن عقلنا وقلبنا وين نشحنه وإذا يخلص الباتري مال تليفون الله يستر نسوي عركة وين منه ما أخذ الشحنة ليش هاي نسأل عليه ليش ما نسأل على حياتنا الروحية مش ما نفتش هاي مشكلة أتنسى الأم؟ أي نعم تنسانه لأن نسيت الشارجر بالبيت ما جبته معايا مشكلة هذا هو واقعنا اليوم يسوع يريدنا نتحد معانه مع أفكاره نتحد مع حياته نتحد مع الخلاص اللي انطانا يانه لأنه صار روتين بحياتنا روتين دي يقتل روتين لازم نقتله نقطعه من حياتنا مثل اليوم هسا احنا في وقت الربيع رح نبدي بتقليم الأشجار هالشكل حياتنا لازم نقلمها
نقلمها من أشياء السلبية الخاطئة، أشياء اليابسة بحياتنا، نقلمها. حتى لو أصدقائي، أنا وصل لي 5000 صديق عندي في الفيس، ومن تعرفهم كلهم لو ولا ميكو ما يعرف 10 منهم. قلمهم قلمهم. أصدقاء السوء هواية، أصدقاء السوء هواية. خلونا نعيش مع يسوع. يسوع اليوم قال لنا شوفوا انتبهوا، أحد الماضي لا تضطرب قلوبكم، لا تخافون. اليوم راح يقول قليلا ترون وقليلا لا ترونني، معناته يسوع راح يغيب. لما يغيب يسوع شلون راح تعيش؟ شلون راح تشحن حياتك؟ شلون راح تتنفس بهالاضطرابات الخارجية؟ شيطان شاطر، شلون راح تعيش؟ وقليلا ترونني، سيتحول حزنكم إلى فرح. العالم كله فرح بصلب يسوع، أنتوا تتبكون خايفين، حابسين نفسكم في علية صهيون. وجوتي مريم المجدلية ما أعرف من أخذ الرب، ما موجود بالقبر. وجوي تلميذة عماوس رأينا الرب وما صدقنا. هذا اليوم واقع نحن، مدى نصدق يا قساة القلوب. يقول لنا يسوع يا قساة القلوب، كل هذا دا يصير قدامكم، مدى تآمنون يسوع موجود؟ أكيد يسوع موجود، بس احنا ما موجودين، احنا ما متحدين مع الله. يسوع ما ينسانا بينما الأم تنسى رضيعها. أخوتي خواتي المباركين، هذا اليوم المبارك مؤلم أنه نشوف عوائلنا مشتتة، مؤلم نشوف عوائلنا مطلقة، مؤلم أنه الضحية دي يكونون الأولاد. لا تخلون الأولاد ضحية. ما تقدر تتحمل مسؤولية، لا تربط بهاي المسؤولية. خصصوا الأب والأم، خصصوا وقت للصلاة مع بعض. عوفوا التكنولوجيا، جمعوا تكنولوجيا حياتكم، عيشوها بفرح وأمان، وخلي يسوع يشتغل بحياتنا حتى نبدي غدا نهار جديد، أسبوع يوم أول من الأسبوع الجديد، حتى أكون عندي هاي الطاقة، هاي الطاقة الإيجابية أروح أشتغل برا وأنا مليان من يسوع. إذا أنا فارغ من يسوع لا تعطي ثمرا، اقطعها لأنها لا تعطي ثمرا وتلقى في النار. فيا ما تختارون، ننطي ثمر جيد ونكون مثال صالح لأولادنا، أم نقطع ونكب بالنار. خلينا نعيش حياة يسوع في حياتنا أخوتي خواتي المباركين، ودائما نتحد معانه حتى يشتغل في حياتنا، وكل خطوة نسيرها ما تكون خطواتنا وإنما تكون خطوات يسوع، لأن يسوع يحملنا على كتافه. آمين. آمين. Don't show that.